ابن تيمية رحمه الله يقول كما في مجموع الفتاوى: إن الرافضة يزعمون أن أبا طالب قد مات على الإسلام، ويأتون بحديث عن العباس بن عبد المطلب يقولون: إن العباس قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال يا ابن أخي، ألا تنظر إلى شفتي أخي قد تحركت بالشهادة؟ قال ابن تيمية رحمه الله: هذا باطل. لما؟ لأن العباس أصلا لم يحضر وفاة أبي طالب. ثم يقول رحمه الله: لو كان منتشرا لكان انتشار إسلام أبي طالب أهم وأعظم من انتشار إسلام حمزة والعباس رضي الله عنهما.